بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حجز حجز خلاص كده، الاسعار رجعت تزيد تاني. الحديد النهاردة 50,000 حديد عز، 48,000 حديد استثماري. طبعا كل الناس عندها خبر بان في تعويم، والتعويم حصل النهاردة الصبح، وبالتالي تجار الحديد كلهم رفعوا الاسعار. طيب هل رفع الاسعار ده هيوصل لحد فين؟ الله اعلم، محدش يعرف ومحدش يقدر يخمن. التعويم بناء عليه هيحصل ايه في الايام اللي جايه محدش عارف. طبعا تجار الحديد النهارده سعروا بسعر ازيد من اللي موجود في السوق، بحيث ان هو لو حصل عليه زياده في المصنع يبقى هو انا في التمام، انا في المظبوط، مفيش عنده مشكله. فاللي حجز حجز الحمد لله، واللي ما حجزش طبعا الله اعلم باللي جاي في الاسعار. النهارده 50 عز، فطبعا 50 ده مبلغ ممكن احجز عليه، لان ما اعرفش الايام اللي جايه هيبقى فيه زياده قد ايه. بس كده، فده خبر النهارده ان شاء الله، يعني يا رب خير. وبس كده.